لكن ناس مجار ما ناس كذابين يا أخي. استعبدوا الناس، استعبدوا البشر يا أخي. حتى قال قائلهم وهو البرعي قال: في كربك أنده، بدغيثك جنده، كن ثابت عنده لا تضحك عنده، عند الشيخ. يعني من آداب الحوار والدرويش والمريد عند الشيخ أول حاجة ما تضحك عنده أبدا، بس تكون واقف إدارة كده تباه عند الشيخ. نمرة اثنين، تكون ثابت عنده. ثلاثة، في كربك أنده. المرة مرضت يا أبو التاية تنجدني وتبزعني، الحمار دار يموت يا واتحسون من المدفونة كده، بس تنادي غير الله سبحانه وتعالى. وربنا قال منو الأضلة والأكعب والأسوأ من الزول اللي بيخلي الله وبينادي شيوخ غير الله ديل؟ منو؟ ربنا قال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله. ومن أضل؟ تعرف زول أضل منه؟ الله قال ما في، ده استفهام إنكاري. الله قال منو الأضل والأكعب والأخبث من الزول اللي بيدعو الفقراء ديل اللي بيناديهم؟ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. والله قال لك تدعوه لحد يوم القيامة: يا فلان مدد، يا شيخ فلان أغيثني، يا شيخ فلان مدد. الله قال ما يستجيب لك لحد يوم القيامة، وهم عن دعائهم غافلون. وهناك في الآية الأخرى ربنا قال أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وربنا قال: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. شفت الشيوخ اللي بينادوهم الناس والقوب المدفنين فيها ناس زيل والبيانات الفاضية؟ المهم اللي بيستغيثوا بهم الناس زيل. الله قال عباد أمثالكم، بيخش الحمام، بيجيو ملاريا، بيبول، بيجيو حمى، بيموت. وإلا ليه دفنوا بنوا عليه قبة؟ لأنه مات. إذا كان مات معناته ضعيف، إذا كان قوي كان ما مات. إذا كان رب تاني وشريك لله وبيستجيب الدعاء وبيجيب الرائحة وبينزل المطر وبيفعل، كان نفع روحه ما كان مات. عشان كده ربنا قال: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. زيك عبد، عبد زيك. تخلي ربنا اللي خلقك وتمسك لك في عبد ضعيف، عبد عبد لله وزيك واحد، عباد أمثالكم. الله قال ما صدقت الكلام ده فادعوهم، جرب ده تحدي، فادعوهم، ادعو الميتين ديل، فادعوهم فليستجيبوا لكم. هل بيستجيب لك؟ فليستجيبوا لكم، ما بيستجيب لك. ليه؟ لأنه هو ابتداء ما بيسمع. ربنا قال لا يسمعوا دعاءكم. يا جماعة دول ما سمع يدي كيف؟ ما جايب خبرك، ما عارفك ذاته، ما سامع صوتك وحسك، يديك كيف؟ لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا. لو فرضنا سمعوا، لكن هم ما بيسمعوا، لو فرضنا سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. الله سماه شرك، دعاء غير الله شرك، والبدع غير الله مشرك. الله قال كده: ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وهنا ربنا قال: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم زيكم، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ما بيستجيب لك أبدا. يبقى دي أول صفة في المرأة اللي بتختارك زوجة. بعدين مرة ما تكون بتمشي للفوكة يا برضو، لو بتمشي للفكي يفتح لها الكتاب، الترابة في خشمك. دي ما بتنفع زوجة إطلاقا إلا توب. مرة تمشي للفكي يفتح لها الكتاب، دي ما بتنفع زوجة، كلمك عديل كده. مرة بتمشي لست الودع ترمي لها الودع، ما بتنفع زوجة، دي زوجة ما صالحة، غير صالحة للزواج ولبيت الزوجية، وغير صالحة لتربية العيال. مرة بتمشي للفكي يكتب لها حجاب، حجاب تجي لابسه في رقبتها أو تعلقه في رقبة الشافع الصغير، دي مرة ما صالحة. ليه؟
لأنه ده كله ممنوع في الشريعة. الذهاب إلى الكهان والفوكية وستات الوادع، الرسول صلى الله عليه وسلم قال ده كفر، من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. تعليق الحجبات، الحجبات اللي بيلبسوها دي شرك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فقد أشرك. يا جماعة إن والله لو كلنا، أنا ذات وإنت ذاتكم كلنا، لو وحدنا ربنا تمام، ربنا قال لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. الاقتصاد المدني وغلاء الأسعار والجاز ما في والبنزين في مشكلة والغاز بقى بكم 250 في بعض الولايات و180 في ولايات أخرى. السبب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. السبب نحن، الناس يقول لك البنات ماشيات عراية، صحيح ده حرام ومن الكبائر. الناس يقول لك الخمرة انتشرت، صحيح وده حرام من الكبائر. لكن ما هو أكبر الكبائر؟ الأكبر من ده كله شنو؟ الشرك بالله. إذا كان عندنا نحن، أنا في أهلي وإنتوا وغيركم في أهلنا، في كلنا، ما بنقدر ننكر الحقيقة دي. في ناس الواحد لو عتر بيستغيث بالشيخ ما بي الله. وفي العربات، في العربات كاتبين يا واتحسونا من المدفونة. معلش ما تزعلوا، ما مكتوب كده، أنا ما جبت حاجة من راسي. يا البادرة ببقوا قراب، يا شيوخ العلفون الأقرب من التلفون، يا ود عويس القلب الغنماية تيس، يا مكتوب بينادوا غير الله. بل لقيت بتاع لوري بالسجانة هناك، لوري باليمين في الباب اليمين قدام كاتب يا البادراب، في الباب الشمال كاتب يا جيلي. ليه؟ سألنا ليه؟ قال إذا اتكت كده ده بثبتها، إذا اتكت بجاي ده بثبتها. والله يا جماعة إذا كان ناس وقعوا في الشرك بالله، والشرك ده أكبر الكبائر. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به.